قال لقد تكهنت لأناس في الجاهلية فأسلموا، وعندما رأوني أعطوني قطعة من اللحم فطبختها لك وأكلتها. فأدخل الصديق يده في فمه وقاء اللحم وكاد أن يموت من شدة القيء. فقال رحمك الله يا خليفة رسول الله، لقد كنت تهلك نفسك. قال والله لو لم تخرج هذه القطعة من اللحم إلا ومعها روحي لأخرجتها. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى مرتبة قريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان المصطفى عليه السلام قد سبقه فيريد أن يكون لاحقا به. لكن لو لم يهتم بهذه المسائل لكان بينه وبين المصطفى عليه السلام مسافات شاسعة. أيها الأحبة، عندما ننتقل إلى سيرة عمر، سيرة عجيبة وفيها من المواقف الغريبة في هم الدعوة الشيء الكثير، الشيء العظيم. عندما اتجه عمر رضي الله تعالى عنه إلى فتح أو تسلم مفاتيح بيت المقدس، ولعلي ركزت على هذه القصة بالذات لأننا نعيش الآن غليانا في فلسطين ضد هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير. هذا الغليان ينبغي أن نتفاعل معه بأرواحنا، نتفاعل معه بدعائنا، نتفاعل معه بأموالنا، نتفاعل معه لعل الله أن يجعل هذه الكوكبة الصغيرة من الأطفال الصغار هي بداية إعلان الجهاد على هذه الأمة المجرمة. أقول عندما اتجه الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى بيت المقدس كان معه غلامه، وكان معه بعيرا يتعاقبه هو وغلامه. وعندما كاد أن يصل، كانوا يتعاقبون، وعندما كاد أن يصل المنطقة التي فيها قادة الجيش والتي فيها قادة النصارى والتي فيها استقبال حافل لخليفة المسلمين، وإذا بالدور على الغلام. فقال الغلام: لا يا أمير المؤمنين، لن أركب، اركب أنت. قال: لا والله لا أركب، الدور لك، تركب إلى أن نصل إليهم وأنا القائد، أنا الذي أقود البعير. عمر يقود البعير والغلام عبد رقيق راكب. ما هذا؟ هذه عزة الإسلام، عزة الإسلام. وعندما كاد أن يقترب، كاد أن يقترب وهم يرونه، كلهم يرونه، القيادات المسلمة والنصرانية، وإذا بماء مخاضة، ماء نتيجة لمطر، يستطيع أن يمشي ويعمل شبه دائرة، ولكنه رفع ثيابه وخاض المخاضة وكل الطين التصق بساقيه وبقدميه. وعندما رآه أبو عبيدة كأنه عتب عليه، فقال عمر لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، لو كان ذلك من غيرك، إن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى الهم، انظروا إلى الهم. عندما قابل زعماء بيت المقدس هل قابلهم بمشلح وبشماغ طاقية ثوب وكل ذلك بأحسن هيئة وبأحسن وصف؟ لا، بثياب السفر. طيب، ثياب السفر التي عليه ما كان حالها؟ ثوب فيه 12 رقعة، 12 رقعة. عجيب، عجيب هذا الزهد. بخل؟ لا. فقر؟ لا. كل ذلك؟ لا، لأنه يحصل على ماله ولكنه ينفقه، يتصدق به. فعندما يقول له أحد شيء في ذلك يقول: لقد سبقني صاحباي ولا أريد أن أتأخر عنهما بهذه الزخارف. الله أكبر. أيها الأحبة، لو وقفنا مع بعض صحابتنا الكرام، هؤلاء الصحابة الذين لا يمل الإنسان من قراءة قصصهم، لا يمل الإنسان من الاطلاع على سيرهم، فيها العجب العجاب، فيها التربية، فيها الدرس، فيها العبرة وفيها العبرة. تعرفون البراء بن مالك؟ البراء بن مالك
أخ لأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك. هذا الرجل عندما قاد خالد بن الوليد الجيوش المتجهة إلى منطقة نجد، إلى اليمامة، إلى مسيلمة الكذاب، وإذا بمسيلمة ينهزم ويدخل في حديقته، حديقة ضخمة مسورة، وجلس فيها هو وجيشه، جيش قوامه 30,000 جندي، يرتاحون قليلا وينظمون أمورهم، يعيدون ترتيب أوراقهم، ثم بعد ذلك يهاجمون المسلمين. هل قال المسلمون خلوهم في الحديقة نحاصرهم ونضيق عليهم يوم شهر شهرين بعدين يملون ثم يخرجون إلينا فنقتلهم؟ لا، ما فعلوا هذا. قال أبو دجانة، قال لخالد: اجعلني على ترس، واجعل الترس على رؤوس الرماح، ثم احملني وألقني عليهم. فرفض خالد، فأصر أبو دجانة، ففعل به هذا، فسقط هذا الرجل الوحيد على من؟ على الجيش. فقاتل وقاتل حتى يحاول أن يفتح الباب، ولكنه لم يستطع فقتل. عندما قتل انقطع صوته، وكان يكبر، فعندما انقطع صوته عرف أهل الإسلام أنه قتل. فهل قالوا لا خلاص نتوقف؟ قام البراء وقال: افعلوا بي مثل ما فعلتم بي أبو دجان. فقالوا له: لا، قال: أقسمت عليكم لتفعلون ذلك. فحملوه البراء. تخيل معي، تخيلوا معي جميعا أبا دجانة والبراء عندما كان على الترس ينظر، وإذا جيش قوامه 30,000 جندي في الحديقة، وينظر وإذا جند المسلمين كلهم، وينظر عن بعد وإذا بيت، يتخيله في ذهنه بيته، أولاده، زوجته، له زوجة يحبها، له أولاد يشفق عليهم، له أولاد يترقبونه: لا تتأخر علينا يا بابا، عد إلينا بالسلامة يا والدنا. كل ذلك في أذهانهم. يتخيل هذا، ربما يتخيل مزرعة له، ربما يتخيل مالا يستثمره، ربما كل ذلك تركه في طي النسيان، لم يلقي له بالا، إنما كان همه الأول والأخير أن يفتح الباب لكي يدخل أهل الإسلام فيقضون على أهل الشرك، حتى لو مات، حتى لو قطع، حتى لو لوطته الخيول وجعلته مثل التراب، لحما مثل التراب. فحمل وألقي، فقاتل وقاتل وقاتل إلى أن فتح الباب، ثم سقط شبه ميت. وعندما تفقده خالد وإذا به أكثر من 80 ضربة بسيف أو برمح أو بسهم، وبعضها كاد أن يصل إلى مقتل، حتى أن أنس يقول: إن بعض الجروح في أخي البراء أدخل فيه إصبعي بعد أن شفي ولا أصل إلى قعره. الله أكبر، الله أكبر. تبحث عن ماذا أيها البراء؟ تبحث عن ماذا؟ تبحث عن شهرة؟ تبحث عن عزة؟ تبحث عن مكانة؟ تبحث عن مال؟ لا، تبحث عن الشهادة، تبحث لتكون كلمة الله هي العليا. عندما حاصر أهل الإسلام تستر، أنزل أهالي تستر كلاليب محماة في النار، وهذه الكلاليب كانت تشتبك في ثياب المسلمين ثم يرفعونها بسرعة. إذا أراد المسلم أن يخلص من قبض عليه هذا الكلاب وجد أنها حارة فتركها، وفي لحظة من اللحظات وإذا بأحد الكلاليب يقبض على ثياب أنس ويرفعه، فرآه البراء فجاء مسرعا وقبض على أحد الكلاليب وبدأ يسحبهم إلى أن تفوق عليهم وخلص أنس. لكن يقول أنس: فنظرت إلى يد أخي وإذا ليس فيها مزعة لحم، عظام بيضاء تلوح. الله أكبر. ولذلك قال عندما قيل له في ذلك في بعد بعيدة هذه الحادثة:
قيل له: يا براء، أقسم على ربك أن ينصرنا. فقال: أقسمت عليك يا ربي أن تنصرنا وتأخذني شهيدا. فنصر الله هؤلاء الجند المسلم، ومات البراء شهيدا. الله أكبر، الله أكبر. هذه سيرهم، هذه سيرهم، وهذه سيرنا. قارنوا أيها الأحبة وستجدون المفارقة. أيها الأحبة، تخيل معي عروسا، عروس تتهيأ وتتزين عند جميع من يهتم بالزينة، كوافير، نساء، خياطين، خياطات، حتى تستقبل فارس أحلامها. هذا هو حال النساء، بل هذا حال الرجال. لكن هناك امرأة كان حالها خلاف هذه المسألة، لأن الهم يختلف، لأن همها في الثريا وهمنا نحن تحت الثرى. هذه المرأة عندما خطبها رجل من تابع التابعين، من صلحاء الناس، من العباد الزهاد، من الدعاة، عندما خطبها وافقت، وافقت لأنها تعرفه، وافقت لأنها تسمع عنه. وعندما دخل عليها أراد أن يختبرها هذا الداعية، أراد أن يختبرها هذا الصالح، أراد أن يختبرها هذا العابد. فعندما دخل وجلس معها فترة من الزمن رقد، جلس معها فترة ثم رقد. متى رقد؟ في ثلث الليل الآخر. فقالت له: ما هذا يا رياح؟ ما هذا؟ أتنام في وقت الاستجابة؟ أتنام في وقت تنزل الرحمات؟ أتنام في وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. قال: أنني متعب، أريد أن أرتاح قليلا. فقامت تصلي وتدعو وتكثر من الدعاء وتلح في الدعاء. ثم عندما انتهى جزء من ثلث الليل قالت له: قم، لقد انتهى الجزء الأول فلا يفوتنك. فقال: أنني سأرتاح، دعيني أنا. فتركت. عندما انتهى الجزء الثاني أيقظت، وهو لم ينم، إنما يرقب بعين فاحصة، يريد أن يرى من هي هذه المرأة على حقيقتها فعلا. وعندما لم يبق من ثلث الليل إلا أقله قالت: قم، فقد اقترب الفجر. قال: دعيني أنا. وعندما أذن الفجر قالت: قم يا رياح، تقولها بقلب يكاد أن يتفطر حزنا، يتفطر ألم، يتفطر دماء، تكاد الدماء أن تنبثق منه. أتخيلها تبكي دم، أتخيلها تبكي ليس دموعا بل دماء. قالت: قم، فقد أذن الفجر يا رياح. ثم ترفع يديها إلى السماء وتقول: حسبي الله على من غرني فيك. الله أكبر. أين لنا نساء فيها جزء من ألف من هذه المرأة؟ ألسنا قدوات؟ إذن هذه المرأة عندها هم، هذه المرأة عندها هم، لم تقل أصابره وأصبر معه. ليلة الزفاف لها ميزة، ليلة الزفاف لها حالة خاصة، بعدين ممكن أن أناصحه وأنصحه. لا، الحال لا يتغير، الثبات لا يتغير، الاستقامة لا يمكن التراجع عنها. الله أكبر، هذه حاله. أيها الأحبة، لو نظرنا إلى سير المعاصرين، سير المعاصرين في هذا الزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز في سيرته دروس، في سيرته عبر، في سيرته وقفات ومواقف لا يمكن أن تنسى أبدا. أنا لن أذكر لكم إلا موقفا واحدا كسبا للوقت فقط، موقف واحد. يقول أحد الأشخاص: جئنا من مكة بالبر، بطريق البر، وكان سفرا مرهقا متعبا. وعندما جاءت الساعة وكان الشيخ يطلب مني أن أقرأ عليه كتبا ورسائل وفتاوى، يجيب وأكتب له طوال الطريق وهو لا يكل ولا يمل. وعندما رأى أنني أتثاءب كل لحظة قال: أرى أننا تعبنا. لم يقل: أرى أنك تعبت، أرى أننا تعبنا من وعثاء السفر.
فلماذا لا نقف ونأخذ شيئا من الراحة، ننام ثم بعد ذلك نستيقظ نصلي الفجر ونواصل الطريق. يقول: وكان خبرا وقع على قلبي كالثلج، مفرح. يقول: وقفنا ثم أوترت، يقول صاحبه، ثم عند ذلك من أن وضعت رأسي على الوسادة وإذا بي أنام ولا أعلم عن حال الشيخ. يقول: وفجأة استيقظت الساعة الواحدة وإذا بالشيخ يصلي، استيقظت الساعة الثانية وإذا به يصلي، الثالثة، الرابعة، الخامسة وإذا به يصلي طول الوقت وهو يصلي 5 ساعات إلى أن أذن الفجر، إلى أن أذن الفجر وهو يصلي. عجيب جدا، أين ذاك الجهد؟ لقد انتهى، ذاك التعب لقد انتهى، ومع ذلك أضاف عليه تعبا متواصلا مرهقا. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الذي يقف مع الله، لأن الذي مع الله ينسى كل تعب بأي صورة من الصور. ولذلك أيها الأحباب، عندما طلبت فاطمة من والدها، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشتري لها خادمة كحالنا الآن، كل واحد في بيته خادمتين، 3 4، ماذا قال لها عليه السلام؟ قال: خلاص أنا أروح مكتب الاستقدام وأجيب لك خادمة من أندونيسيا ولا من الفلبين؟ لا لا لا، جاء إليها هي وعلي وكان رقودا، وقال: أعلمكم شيئا يغنيكم عن الخادم، إذا أويتما إلى فراشكم فراشكما فكبرا الله 34 وسبحاه 33 واحمدوه 33 فإن ذلك أفضل لكم. لماذا؟ لأن العبادة إذا كانت صادرة من القلب فإنها تنسي آلام الجسد أبدا، تنسيه، لا يحس الإنسان بألم الجسد بأي صورة من الصور. ولذلك الشيخ رحمه الله ورضي عنه يقول عنه معارفه أن له أنه عمل، أو بمعنى عمل في سلك الوظيفة، يعني 10 سنين، لكن يقولون منذ 30 سنة لم يأخذ إجازة ولا يوم واحد. من حقه أن يأخذ الإجازة ولكنه لم يأخذ ولا يوم واحد. يقولون من 25 سنة وهو مستحق للتقاعد براتب كامل ومع ذلك لم يتقاعد. هم الإسلام، هم الدعوة، هم نشر الخير كان في قلبه، في ضميره، في كيانه، كان هو الذي يحركه ليل نهار، وبالتالي كانت ثمراته منتشرة في جميع أرجاء الأرض. امرأة في أواسط أفريقيا، في أواسط أفريقيا سجن زوجها من قبل بعض النصارى وطالبوها بفدية، فمن تذهب؟ إلى من تذهب؟ لا تملك شيء. فقيل لها: لن يساعدك إلا ابن باس. فأرسلت له رسالة، وصلت الرسالة وعرضت على المكتب، فقال أصحاب المكتب للشيخ: ليس عندنا بندا اسمه الدفع، دفع فدية لرجل مسجون في أواسط أفريقيا. فقال لهم: اطلبوا من المحاسب أن يخصم 10,000 ريال من راتبي، فإن لم يوفها فليكتبها دينا علي وأرسلوها إلى المرأة. امرأة في أواسط أفريقيا ينقذ شيخنا رحمه الله زوجها من أسر النصارى، الله أكبر. إذن هم الإسلام في قلبه. ولذلك يقولون الذين يجالسونه منذ سنين طوال، يقولون: لم نسمعه في يوم من الأيام يتحدث عن بيت أو أرض أو تجارة أو عقار أو استثمار أو بنوك أو غير ذلك، لا يتحدث إلا في النطاق الشرعي فيما يهم المسلمين. إذا حدث عما يهم المسلمين بكى، رأيت الدموع تتقاطر من عينيه. الله أكبر، الله أكبر. قدوة، قدوة نريد أن نأخذها. القدوات كثيرة قديما وحديثا. لو سأل رجل منكم وقال بعد هذه الوقفات المتعددة: نريد أن تعطينا بعضا من اللمحات اليسيرة التي تجعل هم الإسلام، هم الدعوة، هم نشر الخير، هم التربية، هم نقد الذات هي الأصل بالنسبة لنا، أقول نعم.
سأجيب على هذا التساؤل، ولكن قبل أن أجيب عنه أحب أن أقف وقفة مع جهود الأعداء. يا ترى الأعداء أليس لهم هم دعوي؟ هم دعوي، نعم لهم هم دعوي. هؤلاء الأعداء يهتمون بإفساد المسلمين، بتدميرهم، بنشر الشر بينهم. فإذا أردنا أن نقف وقفة مع هؤلاء باعتبار أن بضدها تتبين الأشياء، فإن الوقت يطول والمجال لا يتسع لذلك، لكن حسبنا أن نأخذ رؤوس أقلام. إبليس رأس الشر، رأس الشر، ماذا يهمه؟ ماذا يهمه؟ لا يهمه إلا أن يكون الإنسان معه في نار جهنم. ولذلك وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى عن يعني اعترافاته أنه سيضل الناس، سيفسدهم، سيضلهم إلى يعني ولا أمرنه فلا يغيرن خلق الله، لا ولا أمرنهم فلا يفسدن في الأرض، ولا أمرنهم ولا أضلنهم، وكلام تحس منه أن هم الإفساد أصل، هم الإفساد أصل. ومع ذلك هل يأس الشيطان؟ لا، منذ آدم إلى آخر نفس، آخر روح تخرج من إنسان على وجه هذه البسيطة، لا لم ييأس منذ ذاك الزمان إلى ذاك الزمان وهو يبذل على نفس المستوى. عندما قام رجل عابد زاهد بالاعتداء على امرأة والزنا بها، ثم خاف من الفضيحة فقتلها، ثم راح ذهب إبليس إلى أهلها وقال لهم إن الذي قتلها هو الزاهد العابد الذي ادعى أنه سيقرأ عليها، فحفروا قبرها ورأوها مقتولة. عند ذلك قرروه فأقر، وعرفوه بجريمته فاعترف، فحكموا عليه بالإعدام، ربطوه، سلسلوه، وذهبوا به إلى مكان الإعدام. عند ذلك تراءى له إبليس وقال أتريد أن أنقذك؟ قال نعم أنقذني. قال لن أنقذك إلا إذا فعلت شيء واحد. قال ما هو؟ قال أن تسجد لي. قال يا غبي، أسجد لك وأنا مربوط الأيدي والأرجل؟ لا أستطيع. قال لا لا لا، أنا يكفيني منك أن تشير برأسك، بس إشارة بسيطة صغيرة يكفيني هذا. وفعلا أشار برأسه ثم اختفى إبليس، حقق الذي يريد. هذا الرجل كان عاصي، هذا الرجل كان مرتكب لكبائر متعددة متتابعة، ولكنه ليس بكافر، الآن كفر. عند ذلك انتهى أمر إبليس مع هذا الرجل لينتقل إلى غيره، إلى آخرين وهكذا. إذن تبقى قضية أن هذا العدو لا ييأس، لا يتعب أبدا. أيها الأحبة، مثال آخر، يقول جلادستون رئيس وزراء بريطانيا في عهد الاستعمار، وكان يلقي خطابا في مجلس العموم، يقول ما نصه: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشر ولا أن تكون هي نفسها في أمان. طيب ما الذي يهمك يا جلادستون؟ يهمه أن هذا القرآن موجود، فماذا فعل؟ وضع المصحف بجانبه، فقام رجل من أعضاء مجلس العموم وأخذ المصحف ومزقه ومزقه، ثم ألقاه تحت أقدامه وبدأ يطأ عليه بكل حقد وكراهية. فضحك جلادستون وقال ما أحمقك، ما أغباك، لو فعلنا ذلك لا أثرنا أهل الإسلام ضدنا، لو فعلنا ذلك لطبع المسلمون منه أضعاف ما مزقناه، ولكن الحل أن نأخذ حجاب المرأة المسلمة ونكشف وجهها ونغطي به المصحف. عند ذلك تفسد المرأة
تفسد الأسرة، يفسد الأولاد، تضيع الأسرة، ولا يجدون حكما يحكم بينهم، لا يجدون نبراسا يرجعون إليه، لأن المصحف قد غطي، فصار هذا هو همه وهذا هو منهجه، وصار يبذل قصارى ما يستطيع، بل الغالي والنفيس، لتحقيق هذا الهدف. ولا زالت آثار جلادستون في عالمنا الإسلامي لا زالت باقية منذ عشرات السنين، وهذا المنهج الذي طرحه يطبق إلى هذا الزمان. أيها الأحبة، أعود وأقول إن من عوامل أو من العوامل المهمة التي تجعل الإنسان أو تجعل هم الإنسان أو أولوية الهموم بالنسبة له مرتبة ترتيب رائع، فيجعل هم الدعوة، هم الإصلاح، هم نشر الخير هو الأول، ويجعل الهموم الأخرى لا يلغيها، لأنه لا يمكن أن يلغيها ويستحيل أن يلغيها، ولكن يحتاج الأمر إلى إعادة ترتيب أوراق، فيجعل هم الدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس كلهم في رأس القائمة. أقول إن من هذه العوامل التفكير الدائم في هذا الهم، أن يفكر فيه دوما، يفكر فيه باستمرار، يجعله نصب عينيه دائما، فإذا جعله نصب عينيه فسيكون في ذلك مجالا خصبا للإبداع. تخيل أنت تفكر في هذا الهم، ثم تنقل هذا التفكير إلى عمل، وتنقل هذا العمل إلى إنتاج، وتنقل هذا الإنتاج إلى إبداع، فيكون هذا الإبداع مثمرا، تسلسل نتج من التفكير، فكر ثم أعمل ثم أنتج ثم أبدع. هذا الأمر لو أخذناه بعين فاحصة بنظرة دقيقة سنقطف الثمار تلو الثمار. أيها الأحبة، من العوامل كذلك العمل الدؤوب المتواصل، العمل المتواصل، اعمل لدين الله دوما، لا تنظر إلى النتائج، لا تنظر إلى النتائج سلبا أو إيجابا أبدا. وما على الرسول إلا البلاغ، الله سبحانه وتعالى لم يطالب الأنبياء بالنتائج. يقول المصطفى عليه السلام: يأتي الأنبياء يوم القيامة، الرجل النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فشل هذا النبي؟ لا، ما فشل، بذل جهده واستفرغ وسعه، كل طاقاته وظفها في سبيل الدعوة، ولكن إنك لا تهدي من أحببت. إذن علينا أن نواصل العمل، نبذل، لا نتوقف، وسيكون النتاج رائعة إن شاء الله. من العوامل كذلك فيما يتعلق بقضية الإبداع التي أشرت إليها أيها الأحبة قبل قليل، نحن في هذا الزمان نحتاج إلى الإبداع الدعوي، نحتاج إلى الإبداع التربوي، نحتاج إلى الإبداع الذاتي. إذا حصل ذلك تحت مظلة الشرع، تحت المظلة الشرعية، تحت القاعدة الشرعية، سيكون هناك نتاج. أحد الأطفال الصغار وقف في يوم من الأيام أمام مكينة البيع الذاتي التي تبيع علب المياه الغازية، فتدخل ريال أو درهم فتخرج لك علبة من المياه الغازية، بيبسي أو سفن أب أو عصير أو شاي أو غير ذلك. بدأ ينظر إليها، هل فكر في أن هذه الآلة جيدة لتكون في منزله فيلعب عليها هو وأطفال آخرون هو وأخوته؟ لا، فكر وفكر، ثم عندما سأله أخ له أكبر قال له: بماذا تفكر؟ قال: أتمنى أن تكون مثل هذه الآلة في الشوارع، ولكن يكون فيها أشرطة، فبدل أن يكون عندك بيبسي، ميرندا، سفن أب، لا، يكون هنا شريط للشيخ عبد العزيز بن باز، للشيخ بن عثيمين، أشرطة للشيخ إبراهيم الدويش، أشرطة للشيخ علي القرني، أشرطة للشيخ فلان، أشرطة قرآن. فتدخل 3 دراهم أو درهم أو 4 دراهم، ثم تضغط هذا الشريط وينزل لك وتأخذه. الله أكبر، أمر عجيب.
هذا الطفل الصغير انظروا كيف كان يفكر، إبداع، إبداع فعلا. لو كنا نبدع مثل هذا الطفل الصغير لما تفوق علينا هؤلاء الأعداء بهذا الإبداع الضخم الهائل الكبير الذي وظفوه توظيفا شيطانيا وللأسف الشديد. أما العامل الذي يليه فهو محاسبة النفس باستمرار. نحن لا نحاسب أنفسنا، لو كنا نحاسب أنفسنا يعني قارن عمرك الآن 30 سنة 40 سنة 50 سنة ثم قارن من نتائج، من ناتج، ما هو الناتج الذي وصلت إليه؟ ستجد أن النتاج لا يساوي شيئا أبدا أمام هذا العمر الطويل. لو كان الإنسان يحاسب نفسه لرى أن هذا التقصير يحتاج إلى ماذا؟ إلى عقاب، أن يعاقب نفسه بمضاعفة الجهد، أن يعاقب نفسه بإكثار العمل، أن يعاقب نفسه بإعادة ترتيب الأوراق. فلنحاسب أنفسنا دوما، لا أقول كل يوم، لا أقول كل أسبوع، جرب كل شهر فلعلها تثمر، جرب فلعل أن يكون هناك نتيجة لتصل بعد ذلك إلى المحاسبة الأسبوعية ثم اليومية. من العوامل كذلك ألا يجعل الإنسان الدنيا نصب عينيه، لا يجعلها دوما أمام ناظريه. نحن وللأسف الشديد نجعل الدنيا هي الأصل والآخرة هي الفرع، والدين هو فرع الفرع، الدنيا هي الأصل. كنت في أحد الأيام مجتمع مع بعض الإخوة لألقي درسا مهما جدا، وقد أكدت عليهم الحضور لأن الدرس يكتسب طابع الأهمية. فتخلف أحدهم فسألته بعد ذلك لماذا تخلفت؟ قال عندي ارتباط، عندي شغل. قلت أقسمت عليك بالله أن تخبرني، لأنني رأيته أو رأيت شخصا فجر الحديث بعضه بعضا فأخبرني أنه رآه في المكان الفلاني. فقلت أخبرني، قال أتحرج؟ قلت لا أخبرني، ليس هناك حرج. قال كنت في البقالة أشتري بعض الأغراض للبيت. انظر، يشتري بعض الأغراض للبيت والدرس هنا. قلت له لقد فاتك شيء عظيم، لقد فاتك شيء عظيم، وهذه الأغراض ممكن أن تؤجلها بعد ساعة فقط من انتهاء الدرس. إذن تبقى العملية أننا نجعل أمور الدين، أمور التربية، أمور العلم، أمور طلب العلم فروع، ونجعل أمور الدنيا أصول. فيبقى العمل الدعوي بعد ذلك فرع بعيد، وتبقى قضية الهم الدعوي في القاع، أو يبقى في القاع وليس في القمة. النقطة قبل الأخيرة هنا، أو الوقفة قبل الأخيرة، على الإنسان دوما أن يذكر نفسه بعلو الهمة. عليه أن يكون عالي الهمة، عليه أن يهتم بمعالي الأمور، عليه دوما أن ينظر إلى العلو، عليه دوما أن ينظر إلى الرجال، إلى الأشاوس من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين. عليه أن يقرأ سيرهم، عليه أن يربي أنفس نفسه على منهجهم، عليه أن يربي أولاده، عليه أن يبعد أسرته عن جوانب التربية الساقطة. عندما ترى ابنك يتابع مباراة تسكت، مباراة عادي جدا، لا لا، أنت عندما تتركه مرة وثانية وثالثة فأنت تزرع في قلبه عوامل تربوية. بدل أن يتمسك بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم، أو بسيرة خالد بن الوليد، أو بسيرة عمر بن عبد العزيز، هو يتمسك بسيرة فلان اللاعب أو فلان الممثل. لماذا؟ لأن قلبه طري، قلبه غض، يملأه الشيء اليسير السهل. فلا تتوانى ولا تتساهل في هذا الجوانب، في هذه الجوانب. إذن اجعل همتك عالية بالنسبة لك، بالنسبة لزوجتك، بالنسبة لأبنائك، وبالنسبة لبناتك، بل بالنسبة لجميع من تعرف، بل وحتى من لا تعرف ممن يحيط بك. وأختم أيها الأحبة بحديث عظيم، حديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضية الهم، الذي يعطينا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم درس
يعطينا فيه عبرة، يعطينا فيه موقف، يعطينا فيه تجربة، يعطينا فيه تحذير، يعطينا فيه نذير، يعطينا فيه صلى الله عليه وسلم بابا مفتوحا من دخل فيه فإنه سينال العزة. يقول عليه السلام كما صح ذلك في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا ما هو الهم الواحد؟ من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. الله أكبر. تخيل أيها الحبيب، إذا جعلت هم الآخرة الدعوة إلى الله، نشر الخير، الإصلاح بين الناس، هم الدين، هم الجنة، هم الخوف من النار، هم التربية، هم العزة للأمة، جعلت ذلك كله في قلبك كفاك الله هم الراتب، هم الوظيفة، هم البيت، هم الأثاث، هم تربية الأولاد، هم الخوف عليهم من قلة الرزق، هم كذا وكذا، كفاك الله ذلك، يسر الله لك ذلك. لكن انظر إلى التحذير: ومن تشعبت به الهموم، جعلت هم الآخرة درجة خامسة أو سادسة، الراتب أولا والوظيفة ثانية والسيارة ثالثة والفلة رابعة، ما الذي سيحصل لك؟ لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلكت. هل تريد أن تكون أنت ذاك؟ لا والله، إنني أبرأ بنفسي ونفسك والمسلمين أن نكون ممن وصفنا بهذا الوصف في آخر الحديث. أسأل الله في ختام هذه الكلمات الموجزة المختصرة أن يجعل همنا هو هم الدعوة إلى الله، هو هم تربية الأولاد، هو هم المناصحة لأهل الحق، هو هم عزة الأمة المسلمة ورفعتها، هو هم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هو هم الشهادة في سبيل الله، هو هم دخول الجنة والنجاة من النار. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونور قلوبنا محمد ابن عبد الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه أفضل صلاة وأزكى تسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.